نيو لوك ايه بس يا سعاد؟ هو بعد ما شاب ودوك كتاب. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت في عز شبابك، انت لازم تعيش وتفرح بحياتك. شباب ايه بس؟ ده انا خلاص بقيت جد، ده انا عندي احفاد كمان. العمر يا نبيل مش بالسنين، العمر باللحظات الحلوه اللي انت بتعيشها. عندك انا اهو مثلا، تصدق ان انا عندي بنت على وش جواز؟ بجد؟ لا. طب خلاص، يبقى انت بقى من حقك انك تعيش وتغير وتعمل نيو لوك وتخلي كل الحياه حواليك بامبي. بامبي؟ اه بامبي. ايه ما سمعتهاش قبل كده؟ فايقه الحماته. يا ساتر. وفايق عنده استعداد يعمل اكتر من كده، ممكن يدوس على اي حاجه واي حد عشان يحقق اللي هو عايزه. لو زي انت ما بتقول، ليه ما قبضوش عليه لحد دلوقتي؟ عشان ما مسكوش عليه حاجه، وبعدين الدليل الوحيد اللي كان موجود كان الخدامه، ولما حس بخطرها قتلها. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. ايه العالم دي؟ خلاص خلاص، ما بقاش في ضمير. فايق مجرم يعني. يعني وبعدين هو قتل مره، خلاص ما عندوش مشكله انه ممكن يقتل الف مره. الخلاصه، انا جيت عشان خاطر احذركم، عشان ممكن يغدر بوسيله، وساعتها هنقول يا ريت اللي جرى مكانه. يا سلام، وايه اللي هيخليه يقتل وسيله؟ يعني دي مراته. اكيد هيبقى عايز يقتلها عشان ياخد فلوسها، مفهومه. سبحان الله، داين تدان. سمر، دي مهما كان اختك تلمي. ما تقوليش اختك دي، هي اللي جابته لنفسها بطمحها وانانيتها اللي ملهاش حدود. انا عموما جيت عشان خاطر احذركم، عشان اخلي مسؤوليتي قدامكم وقدام ربنا، عشان برضو بينا عيش وملح. مبروك يا سيلة، الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يتممك على خير وتقومي بالسلامة يا حبيبتي وتخلفي عيل زي القمر. الله يبارك فيك يا سوسو. طب انا اسيبكم مع بعض؟ طبعا قمر يا اختي، قمر والنبي قمر. اقعد اقعد يا سوسو. اقعد يا اختي يا حبيبتي. فرحانة لك، فرحانة لك يا بنت. بجد فرحانه لي يا سوسو. يا لحم اخصى عليكي، ده انا فرحانه لك اكتر ما فرحانه بنفسي لما خلفت البت سوها. تصوري بقى. اه والله. بس انا عارفه انك بتحبيني من زمان. الا بحبك يا سيلة، يا خرابي بحبك، ده انت اللي في العيله كلها. انت عارفه انا بحبك قد ايه، صح ولا لا؟ وبموت فيكي كمان. عارفه حبيبتي. بقول لك يا سوسو، نبيل جدد المكتبه؟ الا جددها. كله تمام التمام، الخطه زي ما قلتها لي بالظبط بنفذها. اه منك انت يا لهوي عليكي، بس عايزه اقول لك ايه، اطمني بقى هنا تحت باطي. طيب تمام، ربنا يساعده. يا حبيبتي، حبيبتي على براءتك، ربنا يخليك يا رب ويجعل الخير في ايديكي على طول يا خيره. يا لهوي يا لهوي، لو يعرفوا طيبه قلبك وحنيتك والخير اللي بينزل من ايديكي يا حبيبتي، ما يسيبوش العز ده كله ابدا. سيبيهم سيبيهم. يا فايق يا فايق فايق يا فايق. ايوه يا حبيبتي. مش عارفه، حاسه ان انا شم ريحه استاكوزا. استاكوزا؟ استاكوزا وكافيار. اللهم صل على النبي، استاكوزا وكافيار مره واحده يا سيلة. ده الوحم يا بنت الوحم. ايه ده يا وسيلة، بتتوحمي على استاكوزا وكافيار؟ ده الواد جاي بنعز بصحيح. بس يا فايق. بس ايه، عنده حق. اه بنعز بنعز وبنقصول وبن قمر وبن كل حاجه يا اختي، هتحصل لنا الناس ليه يا سيلة. وغير كده كمان الحمد لله يا حبيبتي ان جايه في ظروف زي دي. اما لو كنت جبتيه من ادم وانت مش لاقيين تاكلوا كنت هتعملي ايه؟ آه مش قصدي يا اختي، مش قصدي، انت فهماني، انا جدا مدب اصلا حقانيه طول عمري، اللي هنا هنا، ما انت عارفه. ماشي يا سوسو، فهماكي. حامل وسيلة؟ حامل. ايوه في شهرين يا حبيبتي يا وسيلة، الفرحة مش سايعة قلبها. ألف 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 مبروك يا عمتي. صدقوا أنا مش عارفة أفرح لها ولا أزعل لها، مش عارفة. ربنا يكمل لها على خير. عقبالك يسوى. يسمع من بقك ربنا يا أختي، يسمع من بقك ربنا يا رب. أكيد ابن وسيلة ده هيطلع تعبان زيها. هي الحية هتخلف ايه غير تعابين تنهش في لحم الناس وتسم بدنهم؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سمر؟ ده بدل ما تفرحي لها من قلبك كده وتدعي لها ربنا يقومها بالسلامة على خير. انا مش فاكرة لها خير عشان ادعي لها بيه، انا مش فاكرة بس غير ظلمها وانانيتها وحبها لنفسها. اخس عليك يا سمر، ده كلام برضو؟ في حد يقول على اخته كده؟
بصي هي وسيله طيبه قوي، هي عصبيه شويه بس في الاخر هي بنت حلال. لا لا ما تقلقيش، ان كان على بنت حلال فهي بنت حلال ومصفي كمان، انما يا مولاد حلال الحرام فسد اخلاقهم. يا اختي ايه العيله الغريبه دي، بتشجعي البنت عشان تكره اختها؟ ما تخليكي محضر خير يا ساميه. ايه محضر ايه؟ خليكي انت اللي محضر خير يا سعاد، فاتحه الخط رايحه انت ووسيله وجايين مع بعض، انت حتى يا شيخه ما راحتيش احساسي. لا لا يا ساميه اسمعي، علاقتك بوسيله دي حاجه وعلاقتي انا بوسيله حاجه تانية خالص. انت عايزاني اقطع صله الرحم؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا ربي. انت عايزه رزقي يقل؟ قصدي ربنا يحاسبني. مين يا اختي؟ انت واحده تعرفي ربنا يا شيخه؟ بسم الله ما شاء الله. لا لا بتحذر، مش ممكن، شكلك متغير خالص يا نبيل، انا ما عرفتكش غير من صوتك. وانا لسه قلت حاجه. انما ايه رايك؟ ها ايه رايك؟ حلو مش كده؟ حلو حلو، بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده انت صغران يجي 20 سنه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مش عايز احسدك. يا بس مش عارف الواد احمد ابني مستغربني ليه، يبص لي كده بنظرات غريبه. هو انا برضو اللي هقول لك يا نبيل، الشباب يا اخويا دايما كده بيغيروا من بعض. تفتكري؟ امال ايه، زي ما بقول لك كده والله. طب بصي بقى، بما انك انت السبب في كل التغيير اللي حصل لي ده، ممكن تقبلي مني هديه صغيره؟ هديه ايه؟ وضبت لك سي دي في احلى اغاني واحلى مجموعه لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم؟ انت دلوقتي بقيت شباب يا عم، انت لازم دلوقتي تسمع اوكا وارتيجا. اسمع اوكا ومين؟ وارتيجا. يا خرابي لما تسمعهم بقى شباب ايه؟ تعيط اخر رشانه. بجد؟ اسمعهم خلاص، ما هو جزء من التغيير برضه. برافو عليك، هو ده عين العقل. هات برضه ده ما يضرش. هتاخدي حليم برضه؟ هديه. امال فين اورتيجا؟ هجيبهولك. الف حمد لله على سلامتك يا سيلا يا حبيبتي، انا مبسوط بيكي جدا. انا عارفه يا حبيبي انك اكتر واحد هتبقى مبسوط لي. اخيرا كده هبقى خيال كده وامسك البيبي كده واقعد العب بيه. شفت يا تيكو؟ بس يا رب تكمل على خير. يا رب ان شاء الله هتكمل، اكيد ان شاء الله. انا عارف يعني ان هو مش في وقته يا سيلا، بس بصراحه يعني كده انا كنت محتاج بس دفعه من المبلغ عشان اكمل الالبوم بقى، وانتي عارفه الظروف. يا سلام، بس كده حبيبي؟ عيني ومالك متردد قوي وانت بتقولها لي؟ انت تعديت من اخواتك ولا احنا بينا الكلام ده؟ استنى. والله يا سيلا بجد انا مش عارف اقول لك ايه، انا محرج منك جدا بصراحه، خصوصا ان انا عارف ان انا جاي في وقت غير مناسب ودماغك دي فيها 100,000 حاجه. لا يا حبيبي ما تقولش كده، انا عينيا ليك. ربنا يخليكي. خد يا حبيبي بقى اهو، ده كده الايصال بتاعه، امديهولي. عينيا. معلش بقى يا تيكو، انت عارف المحاسب القانوني قارفني. ربنا يخليكي ليا، كتر خيرك يا حبيبتي. خد يا حبيبي الشيك اهو. ميرسي يا حبيبتي قوي. بقول لك يا سيلا. ايه يا روح؟ هو انت ممكن لو يعني جرت علينا الايام في يوم من الايام تبعيني وتقدمي الوصولات دي للنيابه؟ ليه؟ هو انت بتفكر تزعلني؟ انا اقدر ازعلك ابدا، انا يمكن ازعلك طبعا. طيب بتتكلم في الحاجات دي ليه بقى؟ يعني بنفترض لو في يوم من الايام زعلتك من غير مقصود، هتعملي فيا كده؟ تيكو حبيبي، أنا عمري ما ببتدي بالغدر أبدا، يعني لو فضلت تيكو أخويا حبيبي اللي بيسمع كلامي أكيد عمري ما هزعلك ولا أزعل منك. أما بقى لو زعلتني زي أمك وأختك كده من الآخر فأكيد هزعل منك، وأنا مضمنلكش زعلي ممكن يبقى عامل إزاي. أوكي؟ إيه مالك مزعور كده ليه؟ بقولك ايه، انا متاكده ان كل ده عمره ما يحصل بينا اصلا، لان انت بالذات عمرك ما تزعلني ولا تدوسلي على طرف، ففكك بقى من الحوارات دي، الهبل اللي بنتكلم فيه ده اصلا. بقولك ايه، تفتكر هيطلع واد ولا بنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. عشان خاطر يا منال اهدي اهدي، ما تعمليش في نفسك كده،
مش عشانك، عشان خاطر بنتك. أنا إزاي بس؟ أنا إزاي وبابا بقاله 4 شهور في السجن ولسه قدامه سنين ومتهم في جريمة هو ما عملهاش أصلاً؟ الصبر يا منال، إحنا أملنا في ربنا كبير، وبعدين إحنا دلوقتي عملنا استئناف للحكم وأملنا في أي حاجة جديدة تحصل في القضية عشان نعرف نطلعه براء. براء إزاي بس؟ براء إزاي والشهادة الوحيدة اتقتلت واللي قتلها حر ولا همه حاجة؟ صدقيني يا منال، فايق مش هيفلت بعملته، وبعدين أنا جنبك، قصدي يعني أنا وشريف جنبك ومش هنسيبك أبداً. تعملوا إيه يعني؟ تعملوا إيه أما أنتوا مش عارفين تاخدوا حقكم ولا تشفوا غليلكم حد؟ لا يا مدام منال، مش معنى إننا ساكتين عليه يبقى نسينا الموضوع أو يأسنا. المعنى إيه؟ معناه إن إحنا ناخد استراحة محارب لغاية ما نلاقي السكة اللي ننتصر عليه بيها. سكة إيه؟ ما تفهمني. سكة اللي يروح ما يرجعش، اللي إحنا عايزين نوقعه فيها. أيوة بس إزاي؟ إزاي وإحنا معناش دليل جديد يثبت إدانته؟ أو حتى شاهد إثبات يثبت إنه مدان برضه؟ ما تهدى يا شريف، في إيه؟ إهدى. صدقني ليها حل، بس بالراحة. حل إيه طيب؟ ما تفهمنا. هفهمكم وهقولكم على كل حاجة، بس الموضوع أصلا ما يتاخدش كده، ده محتاج تفكير ومخمخة وفنجان قهوة صغير. ولد يا حبيبتي ولد، انت عارفه ايه يعني هنجيب ولد؟ اول مره في حياتي بحس في اللحظه دي، ده انا حتى في جوازتي اللي فاتت ما عشتش الفرحه دي. ان شاء الله هتجيب ولد زي القمر زي ابوه وتفرح بيه يا حبيبي. ابني فايق غالب اللي نفسي فيه طول عمري، طول عمري نفسي فيه. كده بقى محدش احسن من حد، زي ما سمر اختك عندها بنات، انت كمان هيبقى عندك اجمل ولد في الدنيا دي كلها. طب على سيرة سمر بقى، انت مش ناوي ترفع لي قضيه بالشيكات اللي عليها ولا ايه؟ احسن شكلها ناويه تضرب على 2 مليون جنيه. انت عايزه كده فعلا؟ نعم. دي محتاجه سؤال. الهانم ما سالتش في تهديداتي بقى لها 4 شهور، وما جابتش ملين من اللي عليها من ساعه فضيحه الفرح. انت فكرك انا هنسالها؟ دي لازم تاخد درس وتتعلم الادب. عندك حق. مش كده ولا ايه؟ اه طبعا يا حبيبتي، وعلى فكره انا محضر عريضة الدعوه من غير ما تقولي. ده حقك ولازم تاخديه، خصوصا دلوقتي انت ما بقيتيش لوحدك. ايوه صح. يلا. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، نهارنا ابيض ان شاء الله. ان شاء الله يا معلمة. مبروك يا عون بيه على شركة الامن. الله يبارك في سعادتك يا باشا، بكله بنفسك برضه يا باشا. المهم تراخيص السلاح عشان الرجالة، عشان نبقى ماشيين في العدل. اطمن يا عون بيه. مطمن يا باشا طول ما سعادتك موجود. يلا ايه يا رجالة، هتلعبوها خرصة ولا ايه؟ لا لا، حاجة ساعة للباشا بمناسبة الافتتاح. طبعا يا ابو الكرم، تعالى اتفضل يا باشا. ألف ألف مبروك يا معلمة، ربنا يجعلها كده وش خير عليك وعلينا يا رب، وتبقى أدم السعد عليك يا أبو سعد. الله يبارك فيك يا سنجة. اتفضل يا مهواد، أهل وسهل. بالمناسبة الحلوة دي يا معلم عوني، عملت لنا إيه في الأرض بتاعتي أنا وابن عمي العربوية حاطين إيديهم علينا؟ أهو النبي يا معلم، أحسن إحنا حاطين إيدينا على قلبنا، أحسن تروح مننا. وأنا قلت لك قبل كده يا حبيبي، ما بحبش الرغي كتير ولا اللك كتير. المليون كاش ييجوا كل حاجه تعدي وتبقى قلصتها. احنا قلنا لك يا معلم اول ما هنستلم الارض هنديك الفلوس. افكر. عارفين ليه؟ عشان انتوا من طرف ناس حبايبي بس، فهعديها لكم المره دي. سامحيني يا امي، ارجوك تسامحيني. ادي اخره المشي الغلط ده، ما حذرتك انت واخواتك، كلكم مشيتوا ورا وسيله وادي النتيجه. هو انا لما عصيتك ورحت الوسيله كنت فاكر انها اختي اللي بتحبني وبتخاف عليا، لكن انا ما كنتش اعرف ان الفلوس ممكن تغيرها كده وتخليها انسانه وحشه فعلا. انا ابتديت اخاف منها ومن تفكيرها ومش عارف هيودينا لفين. بتعيط؟ عيط. العياط هيحسسك بالندم، يمكن ترتاح من الهم اللي جواك. انا لا يمكن هرتاح يا امي لما تسامحيني، ارجوكي سامحيني. <تصفيق
وبعدين يا احمد بقالك ست شهور على الحال ده، يعني عايزان اعمل ايه؟ يعني تعمل ايه؟ تقوم تتحرك وتفكر ازاي تحل مشاكلك. خلاص زهقت من التفكير ومش لاقي لها حلول. يعني ايه ده كده يبقى ضعف؟ انا ضعيف يا ستي؟ ارتحتي؟ صباح الخير يا اولاد. تعالى والنبي يا عمي شوف اللي رافض حياته ومحبط ده. وايه الجديد في كده؟ ما هو قالوا على الحال ده مده طويله مفيش فايده. ما تقوم يا احمد تاخد لك شاور وتحلوي كده وتبقى امور زي عمي. شفت شفت النيلوك بتاعي عاجبها ازاي؟ مش انت اللي قاعد تحطم فيا؟ اه والله بصراحه يا عمي النيلوك ده جميل جدا ومصغرك ومخليك زي القمر. طب ايه رايك بقى ان انا حاسس ان انا عندي 20 سنه مش زي الافندي اللي قدامك ده، حاسس ان هو عجوز وهو عنده 20 سنه. يوه خلاص يا جماعه انا فاشل سيبوني في حالي بقى. جرى يا احمد في ايه؟ احنا قلبنا عليك وبننصحك. يا ست انا مش عايز حد ينصحني، انا عارف مصلحتي كويس. خلاص يا سيدي هدي نفسك، ما تزعلش نفسك، اعمل اللي انت عايزه. لا يا عمي ما يعملش اللي هو عايزه، احنا لازم نزعله على نفسه عشان يفهم الضعف اللي هو فيه ده. انا ضعيف يا سو، ومش كده وبس، انا فاشل ومش قد المسؤوليه وعمري ما هبقى حاجه. ارتحتي كده؟ لا يا احمد ما ارتحتش، انا مش عايزاك ضعيف، انا عايزه راجل قوي عشان اتسند عليه ونكمل مع بعض حياتنا. بس احنا مش هنقدر نكمل مع بعض يا سوها. تاني يا احمد؟ وبعدين معاك بقى يا احمد، ما تستهدى بالله يا اخي. انا اسف يا سوها، مش هقدر اكون الراجل اللي انت بتتمنيه. وانت كل مرة بتخذلني يا احمد، وكل مرة بتستقوى عليا بدل ما تتقوى بيا على الظروف. بالعكس، انا عشان بحبك مش عايز اظلمك معايا اكتر من كده. بتحبني؟ هو انت اللي بتسميه ده حب؟ مش مش هو اصلك انت كلمتيه في نقطة ضعفه. اعمل ايه يا عمي؟ ما انا مش قادرة اساعده، مفيش حاجة في ايدي اعملها. بكرة احس بغلطته ويجي يعتذرلك. ايش يا احمد؟ هادي مليون جنيه اتعابك يا معلم عون. تسلم ايديكوا يا رجاله. انت اللي تسلم وتشكر يا معلم عوني، احنا بصراحه كنا فقدنا الامل في الارض دي انها ترجع تاني خالص، والولاد ما كانتش هترجع، الشرطه والقانون ما عرفوش يرجعوا لنا الارض. ما هو اللي ما يعرفش يجيبوا الشرطه ولا القانون يجيبوا عوني القص وفي العدل على طول. خلاص يا سوى خلاص اهدي يا حبيبتي، مش كده، في ايه؟ انا عمري ما شفتك كده. بحبه يا وسيله، بحبه وصعبان عليا اللي هو فيه وانا مش عارفه اعمل له حاجه. انت مش متخيله حالته النفسيه بقت عامله ازاي، ده بقاله 4 شهور من ساعه ما المشروع بتاعه وقف بسبب التمويل، وهو مكتئب ومتدمر، وانا بقيت ببلع له اي حاجه بيعملها فيا وبمسح له اي حاجه من كتر ما انا حاسه انه مجروح من جواه بسبب احساسه بالفشل. فاهمه حبيبتي فاهم، يقطع الحب وسنين. لا وانتوا بالذات انتوا بتحبوا بعض من انتوا في اللف. وسيله انا عايزه اطلب منك طلب. اطلبي يا حبيبتي. لو ينفع يعني تساعديه في المشروع بتاعه يا ريت يا وسيله والنبي بطريق غير مباشر. انت مش عارفه انتوا اخواته ممكن تساعدوا بعض ازاي، والنبي يا وسيله عشان كده انا جيت لك. طبعا يا حبيبتي ده اخويا برضو مهما كان، بغض النظر يعني ان طول عمر دماغه ترباس ولا قفل، لكن طبعه كده هنعمل له ايه يعني؟ عمره ما عرف مصلحته، بس ما تقلقيش انا هظبطه لك واوقفه لك على رجلي من تاني. انت بتتكلمي بجد؟ ربنا يخليكي ليا يا وسيله، انا مش عارفه اقول لك ايه. ده انا حتى انا كنت جايه اعتذر لك يعني عشان احنا كنا بعيد عن بعض، وبعتذر لك كمان بنيابه عن احمد. لا يا حبيبتي ولا يهمك، ما تقوليش كده. بقول لك ايه، انا خدت على ان الناس في الاول ما بتبقاش مدركه انها غلطانه في حقي، لكن بيجي لهم وقت وبيحسوا ان هم مقصرين عادي يعني.
لا ده من ناحيه مقصرين فاحنا مقصرين قوي. ده انا حتى يعني مكسوفه من نفسي جدا من ساعه ما قعدت وانا نسيت ابارك لك على حملك. لا يا روحي خالص، اعتبري مباركتك وصلت دلوقتي خلاص، حتى زمانه سمعها. اسم الله عليه. وانا هظبط لك الموضوع ده وهرجعه لك لحد عندك كمان، ايه رايك؟ ربنا يخليكي ليا يا وسيله يا رب. بس انا عايزه اعرف يعني انت هتعملي ايه عشان لا يحصل حاجه غلط كده ولا كده وتبقى مصيبه ويحصل خناقه ما بيننا. جرايه يا بنت يا سوا، وسيله لما تقولك هتتولى الموضوع يبقى هتتولى الموضوع، انا برضو اغلط غلطه كده ولا كده؟ ربنا يخليك يا وسيله يا رب، انا واثقه فيك. ميرسي قوي يا وسيله. ايه اللي ميرسي يا وسيله وربنا يخليك يا سيله؟ يا بنت ده انت حبيبتي، ده انت بنت سوسو برضو. خلي عنك يا حبيبتي، هاتي. بس بقولك ايه، ايه اوعي انت بقى يا سهى لسانك يقع بكلمه كده ولا كده، خلي الموضوع ده بيني وبينك. اوعي يا سهى. ها لا 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 عيب، ما ينفعش انا برضو اقول حاجه زي دي. بقى انت هتعملي لنا كل ده وفي الاخر انا اروح اعمل المشكله دي؟ جدع يا حبيبتي. يلا انا يا دوبك بقى اروح لسوسة عشان انت عارفه سوسو. انت هتقولي لي؟ بقولك ايه، سلمي لي عليها والنبي. يو انا لساني كان هيقع، معلش. اوعي اوعي لسانك يقع تاني والنبي. حاضر هاخد بالي. كلي ده كله بقى عشان البيبي يتغذى. حاضر. يلا مع السلامة. سلام يا حبيبتي. اوعي. حاضر. لا 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 هاخد بالي. نايس تو ميت يو مس ساميا. هي ترحب بكم. هلو. هاي. هاو يو دوين؟ هاي. هاي. اهلا يا حبيبتي. هاي. مس كارولين، دي بنت الشريك الاجنبي لمجموعه شركات قاصد. ايه بقى؟ هي مالها ومالنا؟ جايلنا ليه يا سي ادهم؟ لا يا ماما ساميه، ده مالكم ونص. وبعدين مس كارولين دي صديقه عزيزه وهي اللي اصرت انها تيجي تقابل حضرتك. مس ساميه لوك، مين يو هاف بروبلمز وذ وسيله اند بيسيكلي ام هير تو ميك ا ديل. هي تقصد انها تريد ان تعقد اتفاقا معكم. اتفاق ان شاء الله يا سي ادهم. من الاخر كارولين عايزه تشتري كل حصتك في مجموعه شركات قاصد بالمبلغ اللي انت عايزاه. انت ازاي تتجرأ وتعرض علي عرض زي ده؟ ها ازاي؟ excuse me don't please no disrespect it's just business you have something that I want to buy. yeah هي اسكت انت. هي تقصد ان لدي شيء تريد ان تشتريه. yeah وين قال لك ان انا عايزه ابيع؟ I'm willing to pay $20 million for it. الله أكبر! الله أكبر! الرقم يخلي الركب تسيب! الله أكبر! عشان خاطر يا ماما سامية، دي نقلة، ها؟ نقلة كبيرة. ولا أنت فاكرني زي البنت اللي عندك اللي اسمها وسيلة؟ فاكر إن وساوس شياطينك هتخليني أجري ورا الفلوس؟ لا يا ماما سامية، الحالة بتاعتنا المرة دي مختلفة، الفلوس هي اللي بتجري وراكي. عشان خاطري، دي فرصة ما تضيعهاش يا ماما سامية. ده تكمو. اللي بسميها صفقة، أنا بسميها سقطة. سقطة ليه بس يا ماما؟ بالعكس، أنت كده هتفشكلي الوسيلة إمبراطوريتها وهتمنعيها إنها تتمادى في الغلط. ليه يا شيخة؟ بجد؟ اسمعي يا بت، مش معنى إن وسيلة تغلط وتتمادى في الغلط وإن أنا أمنعها من كده إن أنا أقع في الغلط مطرحها. مش عايزيني إيه؟ بعد العمر ده أتنازل عن المبادئ اللي عشت طول عمري عشانها؟ أظن وصلك ردي، مش كده ولا إيه؟ You understand? Yeah, it's clear. Nice to meeting you. Likewise. Miss or Mrs.? No, Miss Caroline Richards. Think about it, Miss Samia. صباح الخير. صباح النور. حضرتك الباشمهندس أحمد نبيل شرف الدين؟ أيوه أنا. مين حضرتك؟ معتز. معتز الشربيني. ممكن أتكلم مع حضرتك كلمتين على انفراد؟ طيب لحظة واحدة. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة يا باشمهندس إن أنا بتعامل مع كبار المستثمرين في البلد، وسمعت عن مشروعك وأنا معجب بيه جدا، فلو ما عندكش أي مانع أنا ممكن أمول لك المشروع ده لحساب أحد المستثمرين اللي أنا بتعامل معاهم، رأي حضرتك إيه؟
موافق طبعا. هي دي عايزه كلام؟ خلاص احنا نمضي العقود دلوقتي وبعد كده نتفاهم على كيفيه تنفيذها باذن الله. يلا توكلنا على الله. اوعى يا نوتيل حد يتهجم على بيوت الناس بالطريقه دي من فضلك. ماشي يا ست وسيله. خرب بيت صوتك. عايزه ايه؟ اديكي انت جينا تاني يا حقوده. انا حقوده يا بكحه؟ عايزه تسجني اختك؟ عايزه تسجني اختك يا مجنونه؟ انت ايه يا حيوانه؟ ليه؟ وانت فاكره ان الكلام اللي كنت بقوله يوم الفرح اي كلام ولا ايه؟ انت هبله بنت؟ هبله. هبله عشان صدقتك وافتكرتك بني ادمه عدله، لكن انت هتفضلي وسيله طول عمرك جواكي شر ووساخه، عمرك ما هتنبغي ابدا. لم نفسك يا سمر. مش هلم نفسي يا وسيله، ووريني هتعملي ايه؟ وهفضل انا عليكي ليل ونهار، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ولو جات لي فرصه هرد لك اللي انت عملتيه ده فيا، لانك انت اصلا ما تعرفيش معنى الاخوه. طب اجري 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 بنت من هنا. اجري من هنا بدل ما اسجنك دلوقتي حالا. لا تلحقي تدعي ولا ترد اعتبارك ولا تتنايلي تعملي اي حاجه، مش تطلعي بره. حاضر يا وسيله. اما وريتك ما بقاش انا سمر. خرب بيتك انت ايه، زيرو كرامه؟ بقول لك اطلعي بره. طلعوها بره. خارجه يا اختي، خارجه من الجنه بتاعتك. بس حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، اشوف فيكي يوم يا وسيله. الهي ما تفرحي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي على العمل. حاسبيني حاسبيني حاسبيني. يعني ربنا يسمع منها. رابعة العدوية يا اختي. أي ايه مش تفتح انت كمان عمشة؟ ممكن ترضي عني بقى وتقبلي مني الهدية دي؟ ارضى عنك ازاي بعد كل اللي عملته فيا؟ انا عارف اني غلطان، بس والله العظيم كان غصب عني، وانت اكتر واحدة عارفة الظروف الصعبة اللي انا كنت فيها. خلاص بقى يا سهى، اهو جه لحد عندك، عايز ايه اكتر من كده؟ المسامح كريم يا بنتي. عشان خاطرك بس يا عمتي. عشان خاطرك بس يا عمتي. شوفي كهن البنات، يا لهوي ده احنا ما كناش بنات خالص. انت عمرك اصلا ما كنتيش بنات. الله يا عمتي. جرى ايه يا ماما بقى؟ ما تقولوش كده علشان انتوا كده بتحرجوني وانا بتكسف. يا بنت اللي بتتحرجي قوي. بقول لك ايه يا احمد، على الله تزعل البت تاني. انت حر حكيم، انا عارفاك كل يومين بحاله بغزاله زي امك. على الاقل امك غزاله يا ابني، مشغوله يا ماما. لا يا طنطا خلاص توبه، وانا عندي اغلى من سهى. يا اختي بص البيت مش عارفه متصربعه على الجواز ليه. الله يا ماما، هو انا هلاقي زي احمد يعني؟ عشان لازم اتصربع طبعا. طب ممكن طيب بالمناسبه السعيده دي اقول لكم على خبر حلو؟ يا ريت يا ريت يا حبيبي قول، فرح قلبي. انا لقيت ممول للمشروع بتاعي. بجد يا احمد؟ والله العظيم، ومضيت معاه العقد واداني دفعه تحت الحساب كمان. مبروك يا احمد، مبروك، الف مبروك. الله، روح يا ربنا يفتحها في وشك دايما كده. بس بس بالمناسبه السعيده دي بقى، الغدا النهارده على حسابك. موافق طبعا. تحبي تاكلي ايه؟ انت عارفني يا حبيبي، حماتك مش طماعه خالص. انا بقول يعني ممكن كده عيش وسمك وجمبري ينفع؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ يا دي الفضايح. والدك قال لي على سر لغزك اما حيرني، وده هيكون دليل ادانه دامغ هيدخل فايق السجن. دليل يدخل فايق السجن؟ ايه، هو قتل ولا نصب؟ زور فايق كان معاه توكيل من قاصد بخير الله يرحمه، وده بحكم انه كان محاميه والمسؤول عن البيزنس بتاعه في مصر. لكن فجأة بعد موت قاصد بخير الله يرحمه اكتشفت انه باع الاسهم بتاعته دي في وول ستريت. طبعا انا افتكرت انه هو حط الفلوس دي في حساب قاصد بيه، لكن الباشا ما عملش كده، حط الفلوس دي في حسابه الخاص. بالسهولة دي فايق تحول لحرامي؟ يا منال، فايق ده شيخ منصر، انت عارفه ان في الوقت الفاضي بتاعه ده تلاقيه بيعمل ايه؟ بينصب على وسيله طليقتي عشان ياخد بقيه ثروه قاصد. طب والعمل؟ انا مش عايزكم تقلقوا، انا هرفع عليه قضيه بموجب المستندات اللي معايا، واضمن لكم بقى المره دي ان احنا هنكسبها. اتفضل يا باشمهندس، دي الدفعه الثانيه من الحساب زي ما اتفقنا عليها. متشكر يا معتز بيه. طبعا يا باشمهندس، انت حضرتك عارف ان احنا بقينا اكتر من شهر دلوقتي بنمول المشروع بتاعك، والاونر شاف مشروعك ومعجب بيه جدا، معجب كمان بالمكات والرسومات، عشان كده هو فكر يقابل حضرتك ويكلمك شويه بخصوص مشروعك. يا ريت قوي قوي. امتى ينفع نقابله؟ والله انا خدت لك ميعاد على بكره، لو هيناسبك الميعاد دون اوكي، مش هيناسبك احدد لك ميعاد تاني. لا لا لا، ده مناسب قوي. خلاص يبقى ان شاء الله بكره هعدي على حضرتك ونروح له سوا باذن الله. خلاص اتفقنا يا معتز بيه. بعد اذنك. اتفضل اتفضل. وغلاوتك انت زي ما بقول لك يا سيدي المعلمين، وغلاوتك ما بكدب عليك، المر بيقر وداري لسن عليك في كل حته مع كل من هب ودب. ده واد غلاوي قوي قوي، جاحد وقلب اسود من ناحيتك قوي يا معلمه. الود وده
يخلص منك النهارده قبل بكره. انا قلت ارسيك على الفوله عشان تحرس منه وتوقفه عند حده. انت طول عمرك لماح، ما انتش فلاح. المر خساره، بس ماشي، هو اللي جابه لنفسه، دبوره زن على خراب عيشه. اسمع سنجة، امورنا معلمه، رقبتي هتاخد الرجاله كلها وتطلع على بيت الواد ده يتضرب ويتكتف ويتعور ويتصور قدام مراته وعياله، وكمان يتعلم عليه في الحته الحساسه عشان ما ينسانيش طول عمره. فاهمني يا سنجة؟ فاهمك يا معلمه. انت مش فاهم انا قد ايه نفسي اشوف الاونر ده بجد. الراجل ده قلب لي حياتي تماما، ظهر لي في وقت صعب، وقت كنت خلاص بدات افقد فيه الامل في كل حاجه. شوف يا استاذ احمد، ربنا كبير ما بينساش اي حد، لانك حقيقي تعبت في مشروعك ده جدا، وبالفعل انت عامل فيه حاجات هايله جدا، وده اللي خلى الاونر متحمس لك وواثق فيك. ربنا يقدرني واكون قد الثقه دي. عموما انت هتشوف الاونر دلوقتي وتقدر تقوله على كل اللي في نفسك وتقوله على كل حاجه عندك. حبيب، اخيرا جيت لسيلة يا احمد. طب والله العظيم وحشتني. ايه ده، هو ده الاونر؟ ايوه يا باشمهندس احمد، هو ده الاونر. مدام وسيلة اخت حضرتك هي اللي وقفت جنبك الفترة اللي فاتت دي كلها، واظن من الطبيعي دلوقتي ان تشكرها على كل اللي عملته معاك. عموما انا دلوقتي هستأذن، لان هسيبكم مع بعض اخوات تتفاهموا على كل حاجة. ربنا يخليك، بعد اذنكم. كتر خيرك. سلام يا باشمهندس، تعبناك معانا. ميرسي قوي. مش قادر اصدق، والله ما قادر اصدق. ايه اللي بتعمليه فيا ده؟ ايه الجبروت ده يا شيخ؟ بتضحكي عليا وسيله؟ بتتفقي مع واحد غريب عليا عشان يجرجرني لغايه عندك؟ ايه يا شيخ؟ مش طايقه يكون في ولو بني ادم واحد، بني ادم واحد يقول لك لا او يرفض ان يكون تحت رجلك؟ خرب بيتك، انت واد ما بيتمرش فيك ده. بدل ما تحمد ربنا انك وقفت على رجليك وحد لحقك من المصيبه اللي انت فيها، انت دماغك ايه؟ حجر؟ والله انا ابتديت احس ان جزء من الفشل اللي انت فيه ده انك بني ادم ما بترضاش وش فقر. وانت منكوس من شويه. احترمي نفسك يا وسيله، ما تنسيش انك بتكلم اخوك. ولو كان في وجهه نظرك ان البني ادم اللي بيحافظ على مبادئه وشرفه بني ادم موكوس، فانا يشرفني ان اكون موكوس في نظر واحده زيك. لا يا شيخ، ويا ترى بقى مين الناس النظيفه ذو المبادئ اللي بتتكلم عنهم دول؟ انت ولا الست ساميه ولا سهى؟ ده حتى سهى طلعت بتشغل دماغها عنك، على الاقل فاقت من الموس العليا والقيم بتاعتك انت وسامي. سهى؟ ايه سهى هي يا حبيبي اللي جات لي لحد عندي تتحايل عليا ان انا ساعدك. بس هي طلعت بنت واعيه بصراحه، عارفه مصلحتها، مش زيك غبي. ماشي يا سهى، عامة يا وسيلة اعتبر المشروع ملغي، وأنا كده كده مش عايز منك حاجة. تعال بس، تعال تعال تعال، اهدى بس كده وفكر كويس قوي قبل ما تقرر إذا كنت هتبقى معايا ولا ضدي، عشان دي آخر فرصة هديها لك يا أحمد. انا عملت كده علشان بحبك وخايفه على مستقبلك. تقومي تروحي الوسيله وتعملي معاها التمثيليه الحقيره دي؟ الله، ما تكبرش الموضوع قوي كده، خلاص اللي حصل حصل. جرى ايه يا عم احمد؟ انت مش حاسس بنفسك وانت عمال تغلط في بنتي ولا ايه؟ ايه سعاد مالك على الصبح؟ الله، ما تهدي بقى، ده بدل ما تغلطيها تقفي في صفها. يا سلام، يعني اسيب ابنك يتصفرت ببنتي؟ بس بس بطلي افترا بقى. رد عليا يا سهى، ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ عشان ما كنتش قادره استحمل اشوفك قدام عينيا بتنهار ومستقبلك يضيع.
لقيته كان ضاع ولا راح في 60 داهية، كان أهون عليا من كرامة اللي اتجرحت دي. اسمعي يا بنت الناس، من النهاردة أنت من سكة وأنا من سكة. آه قول بقى كده، أنت بتتلكك عشان تفسخ الخطوبة، تلاقيك شايف لك شوفة تانية أحسن من كوكي اللي كانت بتقعدك في شقتها وتصرف عليك. اخرسي! أنت بتضرب بنتي يا ابن المجنونة؟ هخرب بيتك!